بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل دروس الذكاء الاصطناعي مع درس مهم جدا وهو اللايف جي بي ام. هذا الجوريثم إحدى الجوريثمز تبعون الماشين ليرنينج، وهذا يتميز الالجوريثم بميزات كثير كثير مهمة راح نتناولها إن شاء الله في هذا الدرس. الآن الأجندة راح نحكي شوي عن الجي بي ام ونعطي شوية اوفر فيو عنه، ونشوف الليف وايز سبلتس وايش ميزاتها وشو المشكلة اللي فيها، نشوف ليش الجي بي ام هلا كثير شائع وايش الادفانتجز تبعات الجي بي ام، بنشوف البارامترز المهمة جدا في الجي بي ام نشرحهم بشكل سريع، بنشوف مثال على الكلاسيفيكيشن، مثال على الريجريشن، وناخذ كمان مثال على انه كيف نعمل سيت اب للبارامترز في هذا الالجوريثم. طبعا اللايت جي بي ام اللي هو بالعربي من نسميه مثلا اطار تعزيز التدرج الخفيف، هذا الالجوريثم هو احد البوستنج ماشينز الجوريثمز، ويعتمد بشكل اساسي على شجره القرار اللي هو ديسيجن تري. طبعا اللي مش عارف ديسيجن تري، انا شارح الالجوريثم هذا في خوارزميات تعلم الاله، في ممكن يرجع لهذا الدرس. وهذا الالجوريثم حقيقه تم تصميمه ليكون موزع فعال سريع وعالي الاداء، ورح نذكر بعض الصفات والميزات في السلايدز القادمة. لكن أهم ما يميز هذا الألغوريثم أنه بيجي على شجرة القرار، وهنا شجرة القرار العادية بتبني ليفلز، بتروح على الليفل هذا بتبني، بعدين بتروح على الليفل اللي بعديه بتبني. اللايت جي بي ام ما بيشتغل بالطريقة هاي، إنما يشتغل برو على الليف وايز، يعني بيمسك مثلا بيعمل تو نوت، بيمسك النود هاي بيبني انذر نوت، بمسك هاي النود ببني انذر نود نودز او ليفلز من داخله، فبتروح هو بصير في دبث. لاحظوا كيف مش ليفلز زي ما هون ليفلز بخلص ليفل بعدين بخلص ليفل كامل الى اخره، لا، انما يدخل في دبث معين، وهذا هو الجوهر والميزه الرئيسيه في اللايت جي بي ام. حتى نعمل له انستليشن طبعا بنعمل له بيب انستول لايت جي بي ام، او اذا انت بس عندك كوندا بتقول له كوندا انستول لايت جي بي ام. طبعا اللايت جي بي ام، طبعا الجي بي ام هي اختصار لجريدينت بوستد ماشينز، هو الجوريثم سريع موزع فعال وهاي بيرفورمانس بيعطي اداء عالي، وهو مبني زي ما حكينا على ديسجن تري، ويوز في الرانكينج في الكلاسيفيكيشن في الريجريشن. طيب حكينا قبل شوي انه في عندي ليفل وايز وعندي ليف وايز تري، وقلنا انه اللايت جي بي ام اللي هو يتمتع بخاصيه الليف وايز، ليف وايز تري جروث، انه بيبني وتبنى الشجره عن طريق الليف وايز وليس عن طريق الليفل وايز. لما احكي ليف وايز بعطيني ميزتين جوهريتين، الميزه الاولى انه بعطيني لس لوس، يعني بيعمل ريديوس لللوس، والشغله الثانيه ات انهانس الاكيوريسي. فهذول طبعا جوهريتين، هذول الميزتين لما ابني الالجوريثمز، وفي كمان ميزات نتعرف عليها ان شاء الله في السلايد القادم. الان لما احكي ليف وايز ربما اواجه مشكله، طبعا هو بصير الالجوريثم مور كومبلكس لما احكي عن ليف وايز، مما قد يتسبب في موضوع الاوفر فيتنج. فالاوفر فيتنج اذا صارت ببطل يتعلم المشين ليرنينج، يعني ببطل يتعلم وبوقف عند 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 نقطه معينه، وهي مشكله. لكن بحل هاي المشكلة عن طريق اني انا بتحكم ببعض البارامترز في هذا الالجوريثم، زي ما راح نشوف بعد شوي انه في بعض الالجوريثمز ممكن تعمل اوفر فيتنج ريدكشن عن طريق انك تعمل سيتنجز لهاي الالجوريثمز. طيب هسه واي لايت جي بي ام از جيننج اكستريم بوبيولاريتي، يعني ليش هذا الالجوريثم يزداد شعبية بين الاذر الالجوريثمز؟ الموضوع له عدة جوانب. أول شغلة بنيجي على size of data، زي ما بتعرفوا إنه data size تكبر بشكل كبير جدا، فاللايت جي بي ام بتعامل مع اللارج داتا بشكل very efficient. هي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه هذا عبارة الألجوريثم عن سريع جدا، أصلا مكتوب هم بسمينه لايت جي بي ام، فهذا ينم على إنه في سرعة كبيرة، في زيادة بالأكيوريسي بالريزلتس اللي بيميزها عن الأشياء الثانية في الأذر ألجوريثمز. طبعا هذا الالجوريثم كمان يتميز عن الديب ليرنينج في ثلاث ميزات، انه اول شيء
انه بتعامل مع الشيء اسمه امبالانس داتا. اذا عندك امبالانس داتا بالداتا سيتس تبعتك فهذا بكون مور افيشنت. الشغله الثانيه فاستر تو ترين، لانه بتعرفوا اذا عندك داتا كبيره جدا وبدك تستعمل الديب ليرنينج بده يحتاج شويه وقت، لكن هذا بكون اسرع منه. الشغله الثانيه انه بتعامل مع التكست داتا، يعني مش بتعمل يعني اللي بسموه انكودد فيتشرز داتا، فبتعامل معاه بشكل سموث. اذا لخص موضوع الادفانتجز اوف ذا لايت جي بي ام، عندنا خمس ادفانتجز: انه فاست تريننج سبيد اند هاي افشنسي زي ما حكينا، بيعمل لور للميموري يوزج، يعني ما بيستعمل كثير ميموري زي الاذر الجوريثمز، لكن يستغل وبيعمل مانجنج للميموري بشكل ممتاز جدا وبيقلل الميموري يوزج. الشغله الثالثه بعطيك بيتر اكيوريسي وريديوس اللوس. والشغله الرابعه الكومباتيبلتي وذ لارج داتا سيتس، اذا عندك لارج فيري لارج داتا سيتس ممكن تجرب هذا الالجوريثم وتشوف على الكلاسيفيكيشن والريجريشن كيف تطلع معك الريزلتس. بعدين سبورتس البارلل ليرنينج. حكينا على موضوع البارامترز، طبعا البارامترز اللي بده يدخل فيهم لازم طبعا يفصلهم تفصيل كبير جدا ويشرح كل بارامتر، فانا بس بلخص هذا الموضوع انه عندي هاي الالجوريثمز، عندي مثلا بارامتر اسمه تاسك، الديفولت فاليو يساوي ترين، وفي ديفولت اوبشنز. الابلكيشن من اهم الاشياء انك انت بتحدد فيها انك بدك تعمل ريجريشن، بدك تعمل باينري كلاسيفيكيشن، مالتي كلاس سبيسيفيكيشن، او لامدا رانك. هذا البارامتر مهم عشان احدد في الترين، لما اعمل ترين مباشره بحدد شو نوع الالجوريثم اللي بدي او النوع السب كلاس تبعت السوبرفايزد ليرنينج، انه ريجريشن او كلاسيفيكيشن. ممكن تحدد الداتا، نمبر اوف iterations، نمبر اوف leaves، الديفايس، الماكسيمم ديبث، الميني داتا ان ليف، الفيتشر فراكشن، الباجنج فراكشن، الميني جين تو سبليت، الماكس بن، الميني داتا ان بن، النم ثريدز، ليبل كاتيجوريكال فيتشرز، ونم كلاس، وفي كمان اذر فيتشرز. هسه ربما انت طبعا طوال كلاسيفيكيشن بدون ما تحدد هذا الحكي كله، وبجوز تعمل ريجريشن بدون ما تحدد اي هاي البارامترز، لكن اللي بده يفصل البارامترز ويتحكم في الالجوريثم بشكل فيري ديب بده يدخل على هاي الفيتشرز كلها ويدرسها كويس ويعرف كيف انه يتعامل مع هاي الفيتشرز. طبعا موضوع الاوفر فيتنج، في هاي اهم شيء البارامترز اللي ممكن انه يستخدمه اللي هو ماكس بن. كل ما عملت سمولر ماكس بن كل ما انت ريديوس الاوفر فيتنج. الميني تشايلد هايت white weight عفوا الميني تشايلد ويت لارجر فاليوز ريديوس الاوفر فيتنج، الباجنج فراكشن سمولر فراكشن اند فريكوانسيز ريديوس الاوفر فيتنج، الفيتشر فراكشن سمولر فراكشن ريديوس الاوفر فيتنج. فهذول الكي فيتشرز الموجوده عندنا اللي ممكن تتحكم فيهم بالاوفر فيتنج حتى تقلل موضوع الاوفر فيتنج. ناخذ اول مثال على اللاي جي بي ام وشوفوا قديش الموضوع سهل وستريت فورورد. هذا المثال نعمل كلاسيفيكيشن. طبعا هذا المثال الاول راح نستعمل فيه البريست كانسر، اللي بده يشوف الداتا هاي ممكن طبعا يدخل بالتفاصيل على النت او ممكن يرجع للدرس اللي شرح فيه انا البريست كانسر داتا سيت موجوده في هذا الدرس، لكن هذا الدرس سهل جدا، هذا المثال سهل جدا حتى تسوي كلاسيفيكيشن باللايت جي بي ام. اول شيء بنعمل امبورت لداتا سيتس ماتريكس، وبنعمل امبورت من الاس كي ليرن الموديل سيلكشن ترين سبليت تيست سبليت، وبنعمل امبورتنج لللايت جي بي ام از ال تي بي او اي اسم انت بدك اياه. الشغله الثانيه بدي اعمل لود طوالي للبريست كانسر داتا سيت، طبعا هاي داتا مشهوره جدا ومعروفه، فاللي بيدخل بالتفاصيل عليها بس يعمل سيرش على اللود بريست كانسر ويشوف التفاصيل كل الفيشرز تبعتها. الاكس اللي هي داتا سيت دوت داتا، والواي اللي هي داتا سيت دوت تارجتس. اذا في عندي الليبلز وفي عندي التارجتس، في عندي الانبوتس والاوتبوتس لهي الداتا. الان بعمل سبليت لهي الداتا، الاكس ترين والاكس تيست، واي ترين والواي تيست، عن طريق الاكس والواي، وبعطي نسبه التيست للتريننج اللي هي 25%. الان اول طريقه بعمل فيها كلاسيفيكيشن بقول له موديل يساوي ltb.lgbm classifier، فهيك انا بحدد انه انا بدي اعمل كلاسيفيكيشن. بعمل فيت للاكسترين واي ترين،
وممكن اعمل هلا برنت للموديل زي ما راح اشوف بالسلايد اللي بعده، وبنشوف الاكسبكتد واي يساوي واي تيست، والبريدكتد واي يساوي موديل بريدكت اكس تيست. وهنا بطبع شغلتين، بطبع الماتريكس دوت كلاسيفيكيشن ريبورت، بنشوف كل الريبورت تبع الكلاسيفيكيشن ريبورت، وبنشوف الكونفيوجن ماتريكس للاكسبكتد واي والبريدكتد واي. هلا بالسلايد اللي بعده بنشوف الريزلت لهذا البرنامج. زي ما شايفين البرنامج عباره عن عدد سطور، قدرت اني اجيب الداتا سيت واعمل طوالي امبلمنتيشن على الالجوريثم مباشره. طبعا اذا في عندك انت يور اون داتا سيت بتحطها مكان هاي الداتا سيت هون، وبتعمل الرايت يعني مانيبيليشن للداتا زي ما انت بدك. هاي الاوتبوت طبعا عملت انا شو امبورتنج لهي الموديل اللي موجود عندي، شايف هاي الموديل وهي الديفولت بارامترز كلهم حطهم باي ديفولت. عملت امبورتنج ل عملت برنت للماتريكس كلاسيفيكيشن ريبورت بريسيجن ريكول اف 1 سكور وسبورت، هاي طلع معي كل الريزلت زي ما انتم شايفين. وعملت الاكيورسي، هاي الاكيورسي الماكرو افريج والويتد افريج، طلع معي كل الداتا هاي، والكونفيجن ماتريكس طلعت معي بالطريقه هاي. اذا انا قدرت اني اطلع الداتا زي ما انتم شايفين عن طريق برنت بعض الالجوريثمز. طبعا انت ممكن تعمل بريدكشن لير اون داتا زي ما تعودتوا في اني انذر الالجوريثمز في ماشين ليرنينج. لناخذ مثال ثاني على الريجريشن، كيف نستعمل لايت جي بي ام على الريجريشن. راح نستعمل هنا لود بوستن. لود بوستن اللي هي هاوس برايس داتا سيت، اسعار البيوت وكيف تعمل بريدكشن لها. فهون نعمل امبورتنج زي ما شفنا للداتا سيتس المهمه او لللايبرز المهمه، داتا عملنا امبورتنج للداتا سيت للماتريكس، وعملنا سبلت للترين تيست سبلت، وبدنا نعمل بلوتينج كمان للديجرام تبعنا، وعملنا هون من السيبورن كمان عشان نعمل بلوت بطريقه معينه، وهي عشان البلوتينج يعطيني ستايل معين. وعملت كمان امبورتنج لللاج جي بي ام از ال تي بي، عملت لود لودنج للبوستن داتا، وقسمت الاكس داتا والواي داتا، والان الاكس والواي بدي اطلع منهم الاكس ترين والاكس ترين زي ما شفنا قبل شويه. وهون قلت له الموديل تبعي ال تي بي دوت ال جي بي ام ريجريسر، فهذا اذا الريجريشن اللي عندي بدي استعمله. وعملت له فيتنج وبدي اطبع الموديل، وقلت له الاكسبكتد واي يساوي واي تيست، والبريدكتد واي يساوي موديل بريدكت واي اكس تيست. وعملت شغلتين، عملت برنت للار 2 سكور لانه انا طبعا عندي ريجريشن فلازم اطبع الار 2 السكوير سكور، وبدي اطبع المين سكويرد لوج ايرور، وبدي اعمل بلوتنج زي ما انتم شايفين عندي. عملت الفيجر وعملت الريدج من الاس ان اس ريدج بلوت للاكسبكتد واي والاكسبكتد واي والبريدكتد واي، وعملت له فيت بالطريقه هاي وسكتر بالطريقه معينه، وهسه بنشوف عندنا كيف راح يطلع الاوتبوت. هاي الاوتبوت طبعا هاي الموديل اللي عندي اللي طلعته، هاي عندي تو فاليوز اللي هو الار 2 سكوير سكور طلع 88% which is good، وطلع معي السكوير ايرور اللي هو 0.019. وهي عندي الريجريسر طبعته، عملته دايجرام عن طريق سيبورن بالطريقه هاي. اخر مثال بدنا نسوي احنا الان موديل ونحدد بالباراميترز اشياء معينه، فهي الطريقه الاخرى انكم كيف تستعملوا هذا الالجوريثم. وراح نستعمل نفس اللود بوستر، وراح نشوف كيف بدنا نعمل الريجريسر بالبارامترز. فعملت امبورتنج لللايبرز زي ما انتم شايفين، وعملت الداتا سيت زي ما عملنا قبل شويه، الاكس والواي والاكس ترين والواي ترين عملناها. بعدين شو قلت له؟ قلت له ال جي بي ترين يساوي ال جي بي دوت داتا سيت الاكس ترين والواي ترين. هي حددت الداتا سيت تبعتي بال جي بي، حددت الاكس ترين والواي ترين. بعدين قلت له ال جي بي ايفال يساوي ال جي بي دوت داتا سيت للاكس ترين اكس تيست والواي تيست، والريفرنسز تبعتي اللي هي ال جي بي ترين الداتا سيت الموجود عندي هون. بعدين هي البارامترز اللي بتتعامل معها، قلت له البوستنج تايب اللي هو جي بي دي تي جريدنت بوستنج ديسيجن تري. بعدين الاوبجيكتيف تبعي بدي اعمل ريجريشن، هي حددت الريجريسر اللي جوا البارامتر نفسه. النم ليفلز قلت له 28، الليرنينج ريت 0.05، الفيتشر فراكشن 0.9، الباجنج فراكشن يساوي 0.8، الباجينج فريكوانسي 5، والفيربوس يساوي 1 حتى اشوف اثناء التدريب كل اللي قاعد بيصير معي. بعدين قلت له الجي بي ام يساوي الجي بي دوت ترين
ودي لي هاي البارامترز اللي حطيتهم انا كلهم هون، بدي ابعثهم مع البارامترز اللي بجوا ترين، وقلت له الجي بي ترين داتا سيت تبعتي، والنم بوستنج راوند يساوي 20، الفاليد سيت يساوي الجي بي ايفال، وايرلي ستوبنج راوند يساوي 5. بعدين قلت له اعمل لي سيف للموديل هذا عن طريق اعمل لي جي بي دوت سيف موديل. بعدين قلت له هون الواي بريدكت يساوي جي بي ام دوت بريدكت اكس تيست، ونم اتريشن يساوي جي بي ام بيست اتريشن. وطبعت شغلتين لانه عندي ريجريسر، طبعت الار 2 سكور وطبعت عندي المين سكوير لوج ايرور، وزي ما انتم شايفين طلع عندي هاي التو ريزلتس. طلع عندي ماتريكس يساوي الار 2 سكور يساوي 0.67 which is طبعا not very high، المفروض اني اسات اغير بالباراميترز هاي حتى اني احسن الانهانسنج الفاليوز تبعتي. فانت ممكن تجربوا تغيروا بالفاليوز هاي او تحطوا مور باراميترز حتى تتحكموا فيها. وبعدين عندي انا المين سكوير طلع عندي 0.04. فهذا مثال اني كيف اني اعمل اتحكم بالباراميترز لنفس الالجوريثم حتى مثلا اتجنب الاوفر فيتنج او اتحكم باشياء معينه خاصه عندي بالداتا سيت. وطبعا هاي الباراميترز بدكم تعرفوها، اللي بده يتعلمها بده يعرفها بالتفصيل. فممكن ترجعوا على الدوكيومنتيشن بالنت حتى تتعرفوا على كل ايتم، على كل باراميتر وايش بيسوي بالضبط، وانك تزيده او تنقصه شو بيعمل في الريزلتس. هيك بنكون خلصنا اللاي جي بي ام. انا I recommend إنه تستعملوه، تجربوه بالكلاسيفيكيشن وبالريجريشن. راح تلاحظوا إنه سريع جدا بالمقارنة مع الأذر باراميتر، الأذر ألجوريثمز، وحتى في بعض الأحيان مع الديب ليرنينج بتشوف إنه لأنه إذا بتكونش يعني تعقدوا الأمور تستعملوها اللاي جي بي إم حتى يكون عندكم تدريب سريع ويعطيكم أداء عالي، وتستعملوا الداتا سيت تبعتكم زي ما بدكم وبالطريقة اللي بتشوفوها مناسبة. وممكن تعملوا طبعا سيتنج للباراميترز للألجوريثم اللي أنتم بدكم إياها بشكل إفيشنت حتى تطلع نتائج جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.